أحسن رئيس. من يختار؟ من يختار؟ صفر فار. سيدنا البرلمان. صفر فار. صفر فار. اللي بدأ اللي إذن مشاهدينا، تحية لجميع مشاهدي قناة شوف تي في على المباشر من قلعة صرغنة. عامل الإقليم يشرف على تسليم حافلات النقل المدرسي لفائدة جماعات الواد الأخضر، جماعة جبيل وجماعة الدزوز، كذلك تسليم سيارات إسعاف لكل من جماعة الصهريج، جمعية دار الأمومة الصهريج، وجماعة سيدي رحال، جمعية دار الأمومة سيدي رحال. إذا نعود لكم مشاهدي قناة شوف تي في في مباشر جديد، في موضوع جديد بعدما تابعتونا هذا النقل المباشر اللي كما قلت عامل الإقليم يشرف على تسليم سيارات الإسعاف وحافلات النقل المدرسي بالإقليم بمناسبة الذكرى 18 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.